شفتوا مصادري الموثوقة شلون؟ طلعت مضبوطة. يلا يا شباب كل واحد على شغله، الله لا يدوق على حدا. ايه لكل زمان دولة ورجال، دوام الحال من المحال. لو دامت لغيرك لما قالت إليك شباب التمساي من نفس القرنة طلع منا الميت. ايه قلنا لكم وراقه بلشت تهر، قلتوا لي لا هذا عنده شجرة قوية ما بتنهز. شفتوا شلون طلع من المديرية؟ الحرامي بده تنقص ايديه حتى لو وراء ألف دعمة ودعمة. شو ما بتجيب غير المحطة أنت لك يا أمجاد؟ الله يسمع منك، ليش أنا بزعل يوم تنقص ايديه الحرامي وبتندعم الإيدين النظيفة والشريفة؟ صحيح تركوا له يقولوا له من أين لك هذا؟ صحيح. الله يسمع منك ومنه، بلكي بتتعبى هيك خزينة الدولة وبيوزعوا الفائض على الدهماء والرعاع، بصير على الأقل بيحلم ببيت، يصير عنده قصر، واللي ما عنده بسكليت يفكر بليموزين. أبي يا حبيب بلش الحبيب كأنه تهورنا لك حبيب. وقد اتخذ الشعب السنغالي قدوة له دون سابق انذار، ولا أعرف إن كانت هذه الجملة مفيدة للاستراتيجية ولسيرورة. أخيراً إجا دوري، ما رح خلي حدا يستلم المديرية غيري. ألو مرحبا أبو عامر، أنا شاكر. الحمد لله بدعي بسلامتك. هلأ أجوا وأخدوا يعني خلاص هالمرة روحها بلا رجعة. الله يبشرك بالخير. وشو بشاني أنا؟ الله يخلي لنا إياك ولا يحرمنا من أفضالك. إيه وإمتى ممكن يطلع قراري؟ مو كتير، 10 أيام. لا 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 مالي مستعجل، بس بخاف حدا يسبقني. بتعرف الحويصين كتار. لك الله يديمك فوق راسنا ويخلي لنا إياك. الله معك أبو عامر. لدق لمرتي إيه بركي تفرحها شوي، من طول عمرها بشي تصير مرت مدير عام. خير مدام سماح، شو اللي صار؟ كنت متوقعت له هالشي من زمان، ربك يمهل ولا يهمل. إيه الله يستر آخرتنا. أبو فاضل شو بصير يعني إذا غليت لي فنجان قهوة؟ والله راسي رح ينفجر. غلية لحالك. شو يا؟ صحيح مثل ما سمعنا؟ ما بعرف شو سمعتوا. المدير العام طار. يبدو هيك. يا ستي مين ما بده يروح يروح، ومين ما بده يجي يجي، المهم نحنا منضل مثل ما نحنا. ليك اطلبي لي فنجان قهوه عند ابو سعيد قبل ما يجي المحاسب. بالله شو ليش ما بتطلبيه انت؟ شو عم بشتغل عندك انا؟ منا ابصر شو رح يصير. احسن شيء روح لعند استاذ شاكر وناقش الموضوع معه. ادخل. صباح الخير استاذ شاكر. اهلين استاذ موفق. ادريت شو صار؟ لا والله ما ادري شو صار. مديرنا العام نقلوه. لوين نقلوه؟ لوين يعني؟ لبيت خالته. شو هالحكي؟ من جد ما بتعرف؟ امتى صار الشيء؟ من شوي. المديرية والمعمل قايمين قاعدين. بالله ما عندك خبر؟ ايه ما حدا خبرني. معناته بيطلع لي عندك الحلوان لاني اول واحد ببشرك. شو هالحكي يا استاذ موفق؟ شو بشرتني وما بشرتني؟ هذا حكي بزعل ما بفرح. استاذ شاكر علي الحكي ها؟ على كل إن انا ما بحب حدا يشمت بحدا. الشماتة ما حلوة. المهم هلا ايمتى بدنا نبارك لك؟ بشو بدك تبارك لي؟ ايه بمنصب المدير العام. لا لا لا
تغلط استاذ موفق، انا لو بدي اقبل بهالمنصب كنت استلمته من زمان، بس انا بشتغل مثل ما بيقول لي الوالد الله يخلي لنا اياه، لا تكن راسا فالراس كثير الاوجاع، وانا بعمل بنصيحه الوالد، خلي وجع الراس لغيري. عم تحكي جد استاذ شاكر؟ طبعا جد، لانه انا باقي لي كم سنه وبطلع تقاعد، فخليني اقضيهم وانا مرتاح احسن لي. ايه القناعه كنز لا يفنى. بكل الاحوال انا مضطر مارس صلاحيات المدير العام لبين ما يعينون لمدير عام جديد، وبدي مساعدتك. انا تحت امرك استاذ شاكر. بدي الامور تمشي بالمعمل والمديريه بكل دقه ونظام، ما بدي اي ظاهره من ظواهر التسيب. المعمل والمديرية أمانة برقبتنا، ولازم نصون هذه الأمانة على خير وجه. وأنا تحت أمرك ومثل ما بدك أستاذ شاكر. اتفضل على مكتبك أستاذ موفق. بخاطرك أستاذ شاكر. مع السلامة. أول شيء رح بعمله بس أقعد على هالكرسي إني اتخلص من موفق، لأنه بيعرف كتير وبينخاف منه. يا مهند يا شاكر، طبعا قلت لهم. طيب ايه يلا بحكي معك بعدين. بقى قلت لكم بده يطير، ما حدا صدقني. خليكم على قد ما بطالع اشاعات كاذبه، ما عاد صدقنا شيء من حكيك. شربوني قهوه. نحن ما شرطناكي، ما هيك انسه غدير؟ مزبوط، ما شرطناكي ابدا. ديما، مصادرك الخاصه ما قالوا لك ليش طار المدير العام؟ ولو طبعا قالوا لي. طيب ليش؟ شربوني قهوة؟ ايه انا بشربك، احكي. هذا يا ستي طلع سارق 200 مليون ليرة. 200 مليون؟ اذا مو اكتر يا حسرتي علينا. اكيد ميزانية الشركة ما بتطلع 200 مليون. سرقهم. شو رأيك انسة غدير؟ معقول هالحكي؟ انا ما بعرف شي، بس انا بعرف ما رح قلكن لتشربوني قهوة. ليلى معك 1000 ليرة؟ لا والله. ليش؟ صباح الخير يا صبايا. صباح النور. شو وينك لهلا؟ شغلانة عليكي؟ كنت عم بعمل شعري، معزومة اليوم على الغدا. لكن يا عمي صحتين وهنا. لكن ايدك على 1000 ليرة، برجع لك اياها اول الشهر. اي تكرم عيونك. شو هاد؟ الله يزيد ويبارك، واللي طعمك يطعمنا وما يحرمنا. يسلموا. امبارح جوزي مشى شغله وقبض من وراها 500,000 ليرة، معطاني دور خرجيه. لكن خليهم 2000 اذا ما فيها احراج. احراج شو؟ خير كثير، اذا بدك 5000 ما في مشكله. انت هاتي 2000 وكتر خيرك. تفضلي. يسلموا ايديك. الو. طيب جاي. شو ماجده؟ مين حكى معك؟ سكرتيره المدير العام. شو بدها؟ اكيد مشان الاجهزه. نعم استاذ. ست ماجدة، ممكن اعرف ليش ما وقعتي على محضر استلام الاجهزة اللي تعاقدنا على شرائها؟ يلي خبرك هالشي اكيد خبرك ليش رفضت التوقيع. بس اللي عم تدعي مو مزبوط. زملائك باللجنة اكدوا انه مواصفات الاجهزة مطابقة للمواصفات المتفق عليها. هنن حرين ياكدوا يلي بدهم اياه، بس انا شفتها غير مطابقة. ايها، وشو يلي منطابق فيها؟ تفضل استاذ. انا كاتبه بهذا التقرير كل النقاط اللي بتخالف فيها الاجهزه المواصفات المتعاقده عليها. حتى لو كان اللي عم تذكريه صحيح فمو مهم كثير، لانه نحن بحاجه ماسه للاجهزه وما فينا نستنى غيرها. فمشان هيك ولاجل المصلحه العامه انا بتمنى انك توافقي على استلام الاجهزه. انا اسف يا استاذ، أنا ومن أجل المصلحة العامة ما بقدر وافق. تفضلي. شو هاد؟ ريت تعرفي. بدك تبعتني مهمة وتبعدني عن لجنة الاستلام وصفقة الأجهزة تمرق؟ مدام ماجدة احترمي حالك وبلا غلط، لا تنسي إنك وافق قدام المدير العام. ماني نسيانة أستاذ. إيه تفضلي نفذي مهمتك. حاضر أستاذ. تسمح لي روح على البيت هلا، حاسه حالي تعبانه. الله معك. شكرا استاذ. الله معك.
مشكلة أستاذ، عندي منه كتير. خير الله. حق عليك، ما كان لازم حطها باللجنة بالأول. أكيد المدير العام متورط بصفقة الأجهزة، مشان هيك بده يبعثني مهمة لحتى يفضل له الجو ويشكل بغيابي لجنة استلام جديدة ويمرر الصفقة. الله أعلم قديش قابض عليها. حلال عليك، لكن ليش هو مدير عام؟ لا وشو؟ بيقول لي ومن أجل المصلحة العامة. يا ريت تتوقع يا مدام ماجدة. مزبوط، المصلحة العامة بتتضمن كل شيء، بينات المصلحة الشخصية. لك إيه، الله لا يخليني إذا بخليها الصفقة تمر. اسمعي مني ولا تحلفي، الصفقة بدها تمر بدها تمر، مو هيك ليلى؟ أنا ما بعرف شيء، بسيطة. أنا رايحة على البيت، حضر لي كم أكل لقدام. سلام. مجنونة وغبية، طب بطلع أشهال وتوقع متبع أعضاء اللجنة. صحيح متي ما بيقول المثل، يعطي لاجاز للي ما لدراس. يا رب تكون فاضي يا رب. يلا جايك. انا اسفه ان شاء الله. كيفك نجوحة؟ لين مجهودة، شو اخبارك؟ ليش رجع بكير؟ انا منيحه. بعدين بحكي لك يا ستي، المهم انا حابه اغتنم هالفرصه اني اجيت على بكير يعني واعمل لي كم اكله لقدام. فاضيه انت يعني اذا ما عندك شيء تجي تساعديني؟ لك ولو جارتي لك، تكرم عيني. سبقيني 10 دقائق بتطبق طبختي وبرجع. تسلمي لي يا احلى جاره في الدنيا كلها يا تا انت، حبيبه قلبي انت. لك وين لك ها؟ صلى زمان طالع عيني. طيب شكرا، عجبك على كنتك المقوصة مالها بشغلة. شو بدك منها؟ شغلة خاصة. لك اسكت ساكت، اسكت ساكت مشان الله. سمعت لك انه قابض 5 ملايين ليرة على صفقة المحولات الأخيرة اللي جايبها. يا غسان يا غسان، لا تسمع كل ما يقال ولا تقل كل ما يسمع. يعني مبين الشغلة، معقول صفقة المحولات كلها بسبعة مليون ليرة يعطوه عمولة 5 مليون؟ لك يعني مو خمسة مليون، بس سمعت انه هابش هبشة مرتبة. انا حسب معلوماتي انه اي مدير عام بيطلع مثلا بيستورد اجهزة من شي شركة، هاي الشركة بتعطيه من قيمة العقد 10% هدية، وهذا الشيء ما له علاقة في الرقابة والتفتيش. اكيد كامشين عليه شغلة اكبر من هيك. كلام هادي صح، مو ضروري تكون المخالفة كبيرة لحتى يحقق معه، لازم عيون التفتيش ما تغفل لا عن كبيرة ولا عن صغيرة. رشي لك شوية طحين. بس كأنها جامدة شوي، بتجمد أكتر هيك. أحسن أحسن، رشي اسمعي مني، ديها شوي مريقة أحسن. لا تخافي عليها، تطلع منيحة هيك. إيه عم عزبك معي كتير يا جارتي، مشان الله ما تواخذيني. لا لا يا جارتي، شو هالحكي ولو؟ أصلا أنا هي شغلتي، بعدين لو عندي شي طلبية كنت قلت لك وما استحيت. تسلمي لي يا رب. ها هي أكيد بسمة، الظاهر نسيانة مفتاحها بالبيت، اجت بوقتها هلا بتساعدنا. يلا. مرحبا كنتي حماتي؟ يا حياتي اتصلت فيكي انا على الشغل، قالوا لي طالعه بكير. في شغلي قلبي، قلت لحالي لامرق لعندك واطمن عليكي. فيكي شيء؟ لا لا لا، ما فيني شيء مرت عمي ابدا. لا لا منيح الحمد لله. لكن ليش طالعه من الدوام بكير؟ انا ما بعرف، قصدي ما عندي شيء بالشغل، اجيت لقلت احسن. هلا هيك بدك تخليني واقفه على باب الصقر؟ لك اضرب، انا اضرب حماتي. تفضلي يا ميت اهلا وسهلا فيكي، يا ميت اهلا وسهلا. مرحبا نجوحة. أهلين أهلين أم هادي. شو بيظهر عندك طلبية كبيرة لحتى ماجد عم تساعدك فيها؟ لا يوه، أنا اللي عم ساعدها. لك ما بيكفي المصاري اللي حاططها حق الغراض، كمان جاي بدها تدفع أجرتها لنجاح. يا حبيبي تفضلي تفضلي مرت عمي تفضلي. أهلا وسهلا ست نجاح. عفوا يعني لو فيها سؤالة، إذا الواحد يعني بده يوصيكي مثلاً على معجنات، فطاير بجبنة إلى آخره، مثلاً أنا بدي وصيكي، شو بتاخدي مني؟ لا يا أم هادي، ولو أنت وقت اللي بتعتمدي وبدك أي طلبية من عيوني ما بتكوني إلا رضيانة. إيه بس هلأ يعني نجاح عم تساعدني مساعدة، يعني ما بتاخد مني مصاري بنوب، ما هيك نجاح؟ طبعاً طبعاً، ولو أنت جارتي حبيبتي أنا أخذ منك. لا لا معقول. سلميلي يا رب. الله يديم المحبة بيناتك. الله يسلمك يا أم هادي، مثل ما قالت لك. مرحبا ماما. أهلين أهلين. مرحبا تيتا. أهلين حبيبتي. ما شو اشتقت لك. وأنا كمان. كيفك طنط نجاح؟ لك أهلين بسمة، كيفك حبيبتي؟ يلا فوتي فوتي، أوام غيرتي، قالوا كنت عايزة تساعدينا أوام.
ايه انا ماني فاضيه، عندي دراسه وبدي ادرس. ولا بدك يعني ارسب؟ لا اعوذ بالله، انا بدي اياك ترسمي. فوتي فوتي غيري ثيابك، فوتي ادرسي اوام. يلا طيب شو غدانا اليوم؟ هلا بس يجهز الغداء بنادي لك، فوتي ادرسي. ايه يلا فايتي. يلا لك اهلين حماتي، ولك يا ميت اهلا وسهلا. اهلين بك انت حبيبتي حماتي يا حياتي. الو مرحبا سوسن، خير؟ ليش ما جيتي اليوم على المدرسه؟ لا مع عفايه. ايه سيدي اللي عطيتيني اياه سمعته بياخذ العقل، جبت لك اياه اليوم على المدرسه. ليكي سوسو عندك سيدي ام بي 3 لكل المطربين؟ ايه بتجيبي لي اياه بكره؟ ايه لا ما في شيء مهم. بس اجت معلمة الرياضيات وعطتنا درس جديد كالعاده، ما فهمت منه شيء. اه يعني اذا قدرت بجي. ماشي يلا باي. يلا حبيبي تاكلوهم بالهنا، انا لازم روح. جارتنا بكير وين رايحه؟ لا حبيبتي انا لازم روح، خاف تجيني شي طلبية على غفله، مشان الله تغدي عنا ما بصير. لا تسلمي خاطرك ام هادي. مع السلامه. يعني بشو منك يعني هيك عذبتك معي كثير يا جارتنا؟ ولا عذاب ولا شيء، ولا وتكرمي. الله يسلم هالايدين، ان شاء الله مكافيكي بالافراح يا رب. مع السلامه حبيبتي، شكرا كثير. لو تنبرق فيني مثل ما بتنبرق بنجاح فرجيه. وين ما تعمي، وين رايحه وين رايحه؟ بدي روح تمرين، بدي روح على البيت. لا والله العظيم ما في روحه، بدك تقعدي تتغدي عنا ما بيصير هلا. ما بقدر، بدي غدي لعمي. معلش بتصل بعمي، مرت عمي بنتصل بعمي بنخليه يجي يتغدى معنا. لا اوعك تتصلي فيه. ليش ليش مرت عمي؟ ما في شيء، لان انا وقت بتغدى بحب اخذ قيلوله. اي معلش بتاخذيها عنا حبيبتي. ما بستحكي، ما برتاح الا على مخدتي انا. تستحمي مخدتي هذه موجوده، مخدت هذه يعني. سلمي لي على هذه لك. والله ما بيصير مرت عمي، والله اذا عرف هذه بزعل. شيء بتحلفي بتتحلى في بابي، بدي روح. بزعل هذه مرت عمي، بدي روح. تتعربطي فيني. لك خليني اتعربط فيكي، الله يخلي. والله من محبتي لك يا مرت عمي، والله العظيم بعرف انه بتحبي. شفت الاكلات وكذا وهيك، ما حلو تشتهيهم هلا بيني شو بعيني. خلص لا بقى خليني يروح. طيب مرت عمي مثل ما بدك، والله العظيم هيك ما بعرف شو. خلص اعتمدنا مثل ما بدك. طبريني مع السلامة، سلمي على عمي. أنا مش قلت لك رح يقلعون، بس أنت ما ركبت. أنا ما ركبت، أنا ما لك يا سيدي طول عمرك. مع السلامة. إن شاء الله يجينا أحسن منك، خايف نترحم على أولانية. شو خير حمو؟ قال شو كمان كنتك بلا مؤاخذة جايبة جارتها وبالإجرة مشان تطبخ لها، ما بقى إلا تجيب خدامة تغسل لها وتمسح لها الأرض وتساوي لها بعض الأمور وتمسد لها إجريها، وصغير الهداهدي ولا على باله. إذا كان القاضي راضي طالما جوزها رضيان، نحن شو دخلنا؟ لك شلون شو دخلنا؟ هادي ابننا ولازم نخاف عليه، عم تصرفه كل راتبه بطعمه وبلا طعمه، إذا هو مو قدران عليها نحن بنقدر عليها، يعني أنا. حاجتك يا، حاجتك حكي فاضي يا. حضرت شي للغداء؟ لا. لا؟ عم ترد بوشي كمان؟ هاي الشدة بدي أحرقها أنا. لك لا تخربي لي حظي. خلص خلص فهمنا فهمنا، قايم حضر لي الغداء، قايم. روح حضر الغداء. تعالي نشوف بركي بتفتحي معي. طبعا شو بكي حاطه الحزم بجر المصفناني كانه ميت لك شي حدا لا سمح الله. لا بعيد الشر، بس زعلانة على سفر رامز. يا رب. زعلانة؟ يا راتيني بدال ما تفرحي له انه رايح يبني مستقبله. لازم نقول له ما يعطيني التليفون. زعلانة عليه؟ ماشي حبيبي. مو احسن من قعدته بالبيت لا شغله ولا عمله وعلى مصروف بطعمه وبلا طعمه؟ اوكي. اضحكي بعبك اخيرا انه قدر ياخذ فيزا ويسافر. فريدي خلقتك، فريدي خلقتك، وادعي له الله يوفقه. عم بدعي له الله يوفقه ويحميه. الو بس خايفه يروح ما يرجع واخسره طول العمر. كيفك؟ من هالناحيه لا تخافي، بس يظبط اموره. يا نحن منروح لعنده وبيبعت ورانا هو، يا هو بيجي لعنا، وبالحالتين ما بننحرم من شوفته. الله يوفقه ويكون معه يا رب. خير شو في؟ ليش عم تبكي ماما؟ ما في شي ماما، ما في شي. رجعنا لنفس الموال؟ تا
ترى هلا بطل سافر. ها لا تقبلني، سافر سافر والله معك، بس وعدني انك ما تتجوز وحده اجنبيه، لانه لا هي من توبنا ولا نحن من توبه، ويلي بيلبس غير توبه وبيبرد يا امي، واللي ما بياخذ من ملته بيموت بعيلته. انا خايفه عليك تتعذب بغربتك يا امي. قلك مثل تاني، قول ماما. زيوان البلد ولا قمح الجلب، وخذ الاصيله ونام على الحصيره، وبنت البلد حلوه ولو كانت بلا كحله، ويا ماشي على رجليك ما بتعرف شو مقدر عليك. نقطه انتهى. على حسكي. على حسكي يا سيدي. شو وما لقى لك مكان ابعد من هيك؟ قلتك لو لقى ابعد من هيك ما كان قصر بنوب. طيب كنت اعتذري؟ عم قلك بده يقذفني من الوش بتقلي اعتذري؟ شلون بقى؟ طب انا وهالبنت شو بدنا نساوي بغيابه؟ ما تساوي شيء، بدها بروح حالكم. شو هالقصة يعني؟ ماجدة، أنا لا خرج أطبخ ولا أجلي ولا حوس بالبيت، وبنتك عندها شهادة. بصراحة أنت بتمشي من هون على حسكة، وأنا بنت عبسمة، ومنروح لعند أهلي وما بنرجع لترجعي. على راحتك حبيبي، بس أمك ما تنزعج. إيه؟ بالعكس، بقعد أنا وأمي، وأمي بتلاقيها فرصة لترش عليك شوي. الله يسامحها شو ما رشقت. مجود؟ يا حبيب مجود. دلك على طريقة تخلصي فيها من هالسفرة كلها. يا ريت، ايدي بزنارك. بس شوفي ترى طريقتي، يعني يا بتكحلها يا بتعميها نهائيا. انت قول وانا بقرر بعدين، يا باخذ فيها يا لا. انا برايي بتسحبي حالك وبتروحي لعند السيد الوزير وبتحكي له قصه هالاجهزه اللي مو مطابقه للمواصفات اللي تم التعاقد عليها، تمام؟ وبتطلبي منه يعفيكي من هالمهمه كلها. بيني وبينك فكرت بهذا الشيء بس خفت. معك حق تخافي، كشف هدول المتلاعبين والمسورين مساله فيها مغامره، يعني بهيك شغله لا سمح الله بجوز نخرب بيتك فيها. وبجوز الوزير يقدرني ويقدر غيرتي على المصلحه العامه ويكافئني. لك ايه دخيلهم بهالقطاع العام اني والكم ليره اللي بكافئوا فيها العالم؟ نحن ما بدنا هالمكافاه، كل اللي بدنا اياه انه يلغوا لك السفره وتضلي بيننا ونضل عايشين كعائله نموذجيه وسعيده. يا الله انا رايح على القهوه، بدك شيء؟ لا تقبرني، بس لا تتاخر، بدها تجي ماجده وجوزها مشان يودعوا رامز. اتكلنا على الله. بابا في معك كم ليرة؟ لشو بدك يا هو؟ ناقصني كم غرض، بدي اشتريهم قبل ما اسافر. هي 500. يا مول رامز، خد هاي الاسوارة بيعها وتصرف بحقها. لا امي، خلي الاسوارة معك، انا ما عاد لازم نجي. لك تقبرني، في امل يلزمك شي غرض؟ خد بيعها واشتري فيها عملة اجنبية وخدهم معك، يمكن تستحي بالبداية تاخذ من ابن عمك وتصرف منه لك يا مو. الله يقدرني رد لك بهالاسوارة 10. يلا ماجدة، هلا اهلك بيناموا. يلا عادي خلصت، لحظة شوي بس خلينا نمشي لك. ها يلا هادي هادي. نعم يا روح هادي. دينت من رفيقتي سحر 2000 ليرة. مشان شو؟ يعني قلت لحالي بدل ما نعزم اخي رامز على شي غدا او عشاء، يعني بعطي اياهم بلكي هيك بيشيلوا فيهم كم شغله، ولو انهم مو محرزين يعني. عملتي زينة العقل، يلا خلينا نمشي. حبيب قلبي، لحظة شوي بس. ايه دقيقة بس، ما بدك تروحي معنا تودعي خالك؟ لا ماني فاضية وبدي ادرس، عندي شهادة. معناتها خليكي هون ودرسي منيح. ايه يلا. الله ينجحك. باي. الو ايه سوسن، هلا راحوا. ايه انا هلا راح افتح الانترنت واعمل تشات، وانت كمان فوتي. ماشي يلا باي. هو بصراحة يا مال عمي الغربة كربة، بس رامز بطل وما بيخاف عليه، قد وقدود إن شاء الله. طول عمري عم بدايله. رامز قوم معي شوي تعال أقلك. لا تخافي عليه، الغربة محك رجال، زاك الشبل من هذا الأسد ولو. خير ماجدة؟ شو في؟ مسيك رامز. شو هدول؟ ولك ولا شيء ما بيستاهلوا 2000 ليرة هيك، يعني دبر حالك فيه. لا أختي خليهم معك، مو لازمين لي. لك حبيبي مو لازمين لك، بعرف مو لازمين لك، بس يعني هذا اللي معي ما طلع معي غير هيك. مسيك والله ما بدي. استغفر الله العظيم، تقولوا عدتك شي 30-40 ألف ليرة، إيهن 2000 ليرة مو محرزين، حطهم بإيدك والحقني يلا. أنت شو اسمك؟
ياي أنا كتير بحب السيوف. ضروري تعرف اسمي؟ وردة. شو عرفك؟ شو حسك؟ قلبك كمان؟ مظبوط. انت بتحب العيون الخضر؟ وانت شو لون عيونك؟ ياي انا كتير بحب عيون الشاب الصيد. شو اهلي هلا شو علي يعني اذا ساعدتك؟ بشو بدي ساعدها انا؟ بشغل البيت، طبخ، غسيل، نفخ، يعني اي شيء. نعم؟ اذا انا اشتغلت بالطبخ والغسيل والنفخ، هي شو بدها تشتغل؟ لك يا حبيبي يا ابو الهند، انا ما عم اقول لك تعمل كل هالشيء لوحدك، يعني عم اقول اذا فيك تساعدها فيهم. لا حبيبي، شغل البيت على المرأة وهي مجبورة فيه. طيب إذا قلت لك مرتك بدي أترك الوظيفة وأتفرغ لشغل البيت، تستغني عن راتبها؟ بقدر، اللي بنقبضه بنعيش فيه. إي حاجتك أبو بسمة، حاجتك بقى، أنت براتبين ما عم تقدر تدبر راسك، شلون إذا طار منه الراتب؟ أمجاد لتكون أنت مقرنب قدام مرتك مثل غسان ومالنا خبر، احكي لا تستحي. حبيبي أنا ماني مستحي من حدا، أنا شو بقدر ساعد مرتي بالبيت بساعدها. بنقي بقدونس، بمسح، بجلي، بطبخ، وخصوصا إذا كانت مريضة أو مسافرة، أحيانا بعمل أكل لحالي بالبيت. حبيبي طالما هي عم تساعدني بمصروف البيت فأنا لازم ساعدها بشغل البيت. التعاون بين المرأة والرجال كتير ضروري. رجال يا أخي، شو هالحكي، رجال والرجال قليلوا. ذكرنا القط إجا ينط. صباح الخير. أهلين، صباح خيرات. شو يا شمسك عالية اليوم؟ بلا عالية بلا واطية خيو، هادي إلك ولا دي؟ إذا الشغلة فيها عملة للديب، إذا معنوية خسى الديب. ومني فوقهم 2000 خسى. أخي بدي 2000 ليرة دين لأول الشهر. لا وصلت. أخي بواحد واحد 3001، إذا ما كنت مديون أنا بعطيك 2500. متغالز على كبر ما؟ شو المزحة؟ مشان شو بدك ياهو؟ لك بدي أشتري تنورة لمرتي، معزومة لعند رفيقتها اليوم، قال بدها تنورة. ليش مرتك ما عندها تناني؟ ما عندها تناني، عندها بدال الوحدة 3. ايه خلص تلبس واحدة منه وتدبر حالك. ما رضيت. إيه لأنك مطاطي أنت، أكيد قايلة يا عيني يا روحي. عيط عليها صراخ فيها بخلقتها تشعل على التنورة، إلا يا بتلبسيها يا بتروحي بالزلط بلا واعي. لك لا ترنا ياها مراجل، أنت الثاني أبو المجد. إيه. ما عاد دهينا 2000 ليرة لأول الشهر. باتنين اتنين 3002 بتجي لعندي. 9/4 ولا 9/3؟ كمان متغالز أنت الثاني. إذا سأل عني المدير العام قول له مات. رايح انا ادبر حالي، اعمل لفه على الموظفين. معه حق غسان، انا وياك متغالزين على كبار، بس هو متغالز من وقت ما كان صغير. لوين ست ديما؟ سمعت انه في شله شباب بالمديريه كثير حلوين، رايحه اعزمهم على فنجان قهوه وجايه. ايه روحي جيبيهم وتعي. ها قصدي لا تتاخري. حاضر. تقابلي الوزير؟ ايه وشو فيها؟ هو موظف وانا موظفه. بعدين انا رايحه اقابله بشغله بتخص المصلحه العامه، بس مو المصلحه العامه تبع صاحبنا، المصلحه العامه تبعنا، ولازم يستقبلني. ايه هو بجوز يستقبلك، بس مو من هون الخوف. لكن من شو الخوف؟ الخوف يا ستي، اذا الوزير ما سوى شيء والمدير العام دري انك طلعتي تشتكي، إيه بده يجن جنانه عليكي ويقلي اذا بتلقي. اسمعي مني، لا تروحي ولا تجي. انا اخذت قراري وما رح اتراجع عنه. واللي بده يصير يصير. ايه عقلك براسك تعرفي خلاص، انا نصحتي وانتي حره. ادعولي. ماما رامز خد هالمصحف حطه بالشنطه مشان تاخده معك. هاتي
يا مو كل يوم قبل ما تنام اقرا فيه شوي وحطه تحت المخدة. ان شاء الله حبيبي. واذا توسخوا ثيابك الله يرضى عليك لا تحط الابيض مع الملون لانه بيحلوا على بعضهم وبينتزعوا. يا ستي هلا انا مسافر على استراليا منشان اغسل. لكان شو بدك تعمل اذا توسخوا ثيابك؟ بتكبهم وبتشتري غيرهم؟ لا اطمني ما رح كبشي. حبيبي ودير بالك على صحتك، البيس منيح والدفى منيح الله يرضى عليك. يا امي لا تخافي علي انا ما عدت صغير وفيني دير بالي على حالي. لك تقبرني بتضل بنظري صغير هيك حتى تتجوز، ومن حقي انه انصحك وخاف عليك. طيب شو رايك تسافري معي؟ يا ريت يا ريت، بس ما بقدر اترك ابوك لوحده. بناخده معنا، واذا بدك تشتاقي لاختي ماجده بناخذها معنا هي وجوزها وبنتها، واذا رح تشتاقي للجيران ولاهل الحاره بناخذهم كلياتهم اشي لفه معي على استراليا. عم تتمسخر مو؟ الله يسامحك. خلاص لا تاكل هم، الاجهزه رح نستلمهم. ايه بهاليومين ان شاء الله. انا شكلت لجنة استلام جديدة وبكرة او بعد بكرة بتجتمع وبتقدم لي تقريرها وانا فورا بصرف لك كل مستحقاتك. ايه خلاص ما بتكون الا مبسوط ان شاء الله. ماشي 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 الله معك مع السلامة. أول شيء أنا بهنيكي وبتشكرك بنفس الوقت على غيرتك على المصلحة العامة وعلى شجاعتك. أنا عم توصلني أخبار كتير كويسة عنك وعن شغلك، الله يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ. طيب شو منشان الأجهزة؟ لا تحكي لي هم، رح أعين لجنة وزارية تعين الأجهزة وكوني مطمنة اللجنة رح تاخذ بعين الاعتبار بكل ملاحظاتك. شكرا كتير لك سيادة الوزير. الحقيقة أنا ورغم الشجاعة اللي وصفتني فيها بس كتير كنت خايفة من هالمقابلة. وشو اللي كان مخوفة؟ يعني خفت أنه تقريري ما يلقى أي صدى عند حضرتك. إذا كان هيك بسيطة. أنا فكرتك خايفة ما كنت متورط معهم بالصفقة وبدال ما وقف معك وقف ضدك. أعوذ بالله يا سيادة الوزير، أنا لو عندي شك لو ربع بالمية ما كنت أجيت لعند حضرتك. حضرتك أسمى بكثير من أنك تتورط بهيك أمور دنيئة. الحمد لله. سيادة الوزير ممكن أطلب منك طلب؟ تفضلي. ممكن تعفيني من المهمة يلي كلفني فيها المدير العام؟ لو ما حكيتي كنت غنيتي. أنا مضطر ألغي المهمة لأني بحاجة لوجودك هون بالشام بالفترة القادمة. خير سيادة الوزير، في شيء؟ يعني أسبوع زمان رح أخبرك خبر كويس. خبر شو؟ أنا مرشحك لتستلمي منصب مهم. منصب شو سيادة الوزير؟ لا ما في داعي للعجلة، لحقاني بتعرفي كل شي بوقته حلو. ماجدة 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 تفضل. مرحبا بابا. أهلين. فكرتك عم تدرسي. كنت عم بدرس بعدين نعست. مبارح ضلت للساعة 3:30 أنا عم بدرس، عيوني ما عم تتفتح. بسيطة بابا، تعبيلك شوي. هي البكالوريا بدها هز كتاف لأنها تقرير مصير. بابا إذا بتريد بدي نام. في عندك شي مشاكل بالدراسة بالمنهاج مع الأساتذة مع الطلبة؟ ناقصك مدرسين؟ قولي لي. بابا فين أجل الموضوع لبعدين؟ أنا نعسان وبدي نام. طيب بدك تنامي بمواعيد المدرسة؟ إيه. ما بدك تتغدي؟ لا. ليش إجت الماما؟ الماما عندها موعد مع الوزير بشو استأخر لها شوي. قومي لكان يرضى عليك يسخني لي هالأكل، خاصة الفاصولية، جالبة لي أكل فاصولية. أنا ما بعرف سخن شي، بعدين نعسانة وماني جوعانة بدي نام. حلو والله صاير لي شخصية بالبيت أنا، شو هالهيبة لك يا ابن الهدود. يعدمني هالجيل. بس خلي لقمة أكل أكلها رح موت من جوعي أنا. يا حبيبي
لا تقوم تاخذها عادي، ابدا بالتسخين بعدين صير اطبخ، اقفل جلي ومسح. اي لا هي تقابل وزراء ومسؤولين وانا اطبخ وانفخ. هاي البقدونسات والنعناعات مترومين ومنظفين وجاهزين، وهي المحشي محفور وخالص. تفضل حبيبي تاكلوهم بالهنا. يسلموا الديات، قديش تأمرينا؟ إيه مرتك غالية علي، بكفي 200. تفضلي. يسلموا هالإيدين، الله معك، مع السلامة. مرحبا مجروحة. لك أهلين مجودة. كيفك حبيبتي؟ أهلين وسهلين، هلا لرجعتي من الشغل؟ أي والله هلا شو بدي ساوي؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أكيد مالك مغداية. لا والله لسه. جوزك وبنتك بكونوا تغدوا، فوتي تغدي معي. بخيلك ما بقدر، والله ما بقدر. لك اسمعي مني، عامله اوزي بتحبي كثير. حبيبة قلبي خليني فوت بالاول اطمن على هادي وبس ما اشوف اذا تغدوا ولا لا، بعدين بغير ثاني بجي لعندك. ايه لا تطولي، ان شاء الله. اول مع السلامة. الله يسلمك حبيبتي. في وزير بضل بمكتبه لهلا، وين هاي؟ راح موت من جوعي انا. الحمد لله فرجت. مرحبا حبيبي. اهلين، شو صار معك عند الوزير؟ قابلتي؟ ايه قابلته. وشو قال لك؟ شو قال لي؟ قال لي شغلات كتير مهم. طمني عنك، انت تغديت؟ طبعا، ما انا بغيابك اتجوزت وحدة تانية وغدتني. ايه الف مبروك ان شاء الله. حبيبي ليش هيك عم تحكي؟ يعني شو فيها اذا شي مرة تغديت لحالك؟ سخنت الاكل وتغديت ولا ما فيها شي؟ بعدين انا مو بكيف تاخرت، السيد الوزير هو اللي تاخر لحتى اجا، مو انا. يعني اذا بدك تحاسب حدا حاسبه له. ايه وين رايحه؟ رايحه غير ثيابي. سخني الاكل بالاول بعدين غيري ثيابك. ايه مو مشكله حبيبي، بغير ثيابي بالاول بعدين لحقاني بتغدى. بس انا جوعان وما عاد فيني انتظر ولا دقيقه زياده. ليش ان شاء الله لهلا ما تغديت؟ ان شاء الله مصدق اني تجوزت وحده ثانيه وغدتني. ايه والله صدقت، قصدي طب ليش ما تغديت وقت اجيت؟ ها أمي بده يسخن لي الغداء ويجهز لي الصفرة خانم. لك حبيبي شو فيه تسخين الغداء؟ شو فيه طيب؟ حط هالفاصوليات بالطنجرة وحط الطنجرة على النار بتسخن لحالها، شو فيها يعني؟ والله ما فيها شيء. ها وشو رأيك إني أنا سخن لك الأكل وحط لك الصفرة لبين ما جنابك تغيري أوعيكي؟ بيكون ألف 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 كتر خيرة. أنت بتعرفي ماجدة إني لا بفهم بالتسخين ولا بشغل البيت، قومي حطي لي أكل وبعدين بتغيري أوعيكي. حاضر سيدي. طب معلش غير الجاكيت بس. قلتلك جوعان، لا تغيري. طب حط هدول جوا. قلتلك خلصيني ماجدة، جوعان باكلك انا. حاضر. سيف المراجل حكم. الله معك تقبرني. الله معك، الله إلهي وصلك بالسلامة يا أمي. ديري يا مو، رح اشتاق لك كثير. وانا رح يطوف قلبي عليك. لا هيك رح تضلوا تودعوا بعضكم ساعة، تأخرنا على الطيارة خلصني. الله يخليك يا أبو رامز، لا ترجع من المطار قبل ما تطمن على رامز إنه ركب الطيارة والطيارة طارت. لا يكن لك فكرة، احمل شنطتك والحاني، رح أدبر سيارة أنا وقفها. ماما ديري بالك على صحتك وعلى بابا. إيه معلش لا تاكل همنا أنت، روح الله يكون معك. الله معك يا عمي، الله معك يا حبيبي. مع السلامة. يا رب يا رب تكون معه يا رب يا رب. مو بس استقبلني منيح، احترمني وقدرني وقدر موقفي ووعدني منصب مهم بقلب الأسبوع الجاي. منصب مهم؟ ايه منصب مهم، والفضل كله رح يكون لإلك لأنه أنت اللي شجعتني أنه قابل السيد الوزير. هلأ ما جدالي، نفترض أنه فعلا عينك منصب مهم، رح تقبليه؟ طبعا بقبله، ليش حتى ما أقبله؟ أنا برأيي تضلي محلك أحسن لك. ليش بقى حبيبي؟ ما أنا واثق بكفاءتي؟ مو هذا قصدي. لكن شو قصدك؟ قصدي إنه المناصب العالية والمهمة مشاكلها كثيرة ودوامها طويل، والمرأة ما لها قد هيك شيء. وليش ما أنا قدها؟ بعدين أنا لا رح أكون أول وحدة ولا آخر وحدة بتستلم منصب مهم. في كتير نساء قبلي صاروا وزيرات، ومنهم صاروا مديرات، ومنهم صاروا سفيرات برات البلد، وكلياتهم أثبتوا جدارتهم بعملهم. طيب أنت بالك معي أنه هي المناصب الكبيرة ممكن تلهي المرأة عن بيتها وعن أولادها وعن زوجها. إيه اللي هيك من الآخر، شو كانت لازم تهلا في والدوخة؟ بعدين حبيبي هادي وبس والباقي كله خس. عن جد عم بحكي هادي، أنت عندي أغلى واحد بالدنيا كلياتها، ولو بيسلموني شو بدي أقول لك، أهم منصب بالدنيا مستحيل 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 أني أنا أنشغل عنك ولو لحظة واحدة. إيه إن شاء الله.